تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن العشر الأواخر من رمضان الأكرم، فكما تعلمون جميعا ربنا سبحانه وتعالى من لطفه على عباده أن هيأ لنا مناسبات دينية مباركة نتدارك فيها ما فاتنا من أيام العمر وننال فيها من فيض رحمته وغفرانه. وشهر رمضان المبارك هو أكبر تلك المناسبات، والعشر الأواخر منه هي أكثر الأيام التي يزداد فيها الاجتهاد في العبادات والأعمال الصالحة. ونحن أيها الأحباب الكرام قد أدركنا العشر الأواخر من رمضان، تبتدئ من هذه الليلة، العشرين من رمضان تبتدئ العشر الأواخر من رمضان. فرمضان معظمه قد ذهب وما بقي هو من ذهب، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، وأن يوفقنا إلى المزيد من الطاعات والعبادات في هذه العشر الأواخر من رمضان. كيف كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقضي أيامه ولياليه في هذه العشر الأواخر من رمضان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه يزيد من الطاعات والقربات في هذه الأيام الفاضلة، ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، لما فيها من بركة وأجر وفضل كبير. وقد ورد في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان في أول الشهر يصلي وينام من الليل، فإذا دخلت هذه العشر المباركة شمر عن ساعده وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله بطول التهجد والقيام وتلاوة القرآن. فكان النبي الكريم يحيي هذه الليالي، وإحياؤها لا يعني قيامها كاملة بالصلاة. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول: لم يصلي النبي الكريم ليلة بكاملها حتى يصبح، وإنما كان ينوع في العبادات، كان يصلي وكان يجلس للذكر وللمذاكرة، وكان يتلو القرآن، وكان يقوم بالصالحات من صدقات وجود وبذل وإحسان وغيرها. لكن الذي يغلب على هذه الليالي من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي ليله. وطبعا في كلمة إحياء معاني سريان الروح وبعث الحياة في ليل يجعله الغافلون نوما وسباتا. فربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن أراد أن يحيي الله قلبه يقوم في هذه الأيام وليبت فيها الحياة، هذه الليالي المباركة
يعمرها بأنواع القربات من صلاة وقيام وذكر ودعاء واستغفار بالأسحار، فإن هذا كله فيه نور وهداية من عند الله. ربنا عز وجل قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وتلاوة القرآن هو الذي جعله الله تعالى روحا ونورا، فمن أهم الأعمال أن نقرأ القرآن الكريم في هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر من رمضان، ونملأ بها أوقاتنا. فاللهم احي قلوبنا من موتها، واجعل لنا نورا نمشي به بالناس. كذلك أيها الأحباب الكرام، من أبرز العبادات التي اختص الله بها في العشر الأواخر من رمضان عبادة الاعتكاف. الاعتكاف الذي هو معناه المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في العشر الأواخر من رمضان اعتاد أنه كان يحتجز حصيرا يتخلى فيه عن الناس، فلا يخالطهم ولا ينشغل بهم. ومما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. فالنبي الكريم كان يجعل العشر الأواخر كلها اعتكاف، لكن العام الذي قبض فيه وكان يعلم بأنه مودع وأنه سوف يرتحل إلى الرفيق الأعلى، اعتكف 20 ليلة، وختم القرآن مرتين على جبريل، وكان اعتاد أن يختمه كل عام مرة. هذا الاعتكاف هو سنة نبوية شريفة، بل هو أمر قرآني، فربنا عز وجل تحدث عنه وقال: وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يصح عند المؤمنين ويتقربون به إلى المولى عز وجل، ويصح ولو جزء من الوقت ليلا أو نهارا، يصح ولو جزء من الوقت، كأن يعتكف الإنسان بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب أو نصف النهار حسب ما يقدر، لكن من شروطه أن يكون في المسجد. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير المساجد. ربنا لما قال: وأنتم عاكفون في المساجد، قال بأن الاعتكاف لابد وأن يكون في بيوت الله. وأمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني أمشط شعره، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. فكان المسجد بالقرب من مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضل فيه بالكامل ويضرب عليه حصير حتى لا يكلم الناس إلا فيما هو ضروري، وهو خلوة مباركة مع الله عز وجل. الاعتكاف في حقيقته هو سنة محمدية وأمر قرآني، ومعناه عزوف عن الدنيا وانقطاع للعبادة وتخلية للنفس عن التشاغل بغير الطاعات والقربات. لكن قد ينشغل الإنسان بشيء فيه ضرورة، وإلا فإنه لا ينبغي أن يشتغل بشيء يفوت عليه قصده. ومما ينبغي للمعتكف أن يتقلل من الطعام والشراب حتى لا يثقل على العبادة والطاعة. فنحن أيها الأحباب الكرام، بسبب زمن الكورونا فإن الاعتكاف قد يكون أيضا يجري في بيوتنا بسبب الحجر الصحي. الأولى أن يكون الاعتكاف في بيوت الله في المساجد كما جاء في القرآن الكريم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم إلى أن قال: ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
لكن الظرفية الراهنة في بلادنا وبقية البلاد الإسلامية فإن المساجد مغلقة والاعتكاف ممكن بسبب الحجر الصحي أن يتم في بيوتنا. نجعل من بيوتنا مكان للاعتكاف والانزواء والانقطاع إلى الله عز وجل، ولا نكاد ننشغل بشيء من الدنيا إلا بما هو اضطراري. فالغاية من الاعتكاف أن المدار في الأعمال على القلب، وأكثر ما يفسد قلوب الناس هي المشوشات والشواغل التي تصرف القلوب عن الإقبال عن الله تعالى، مثل شهوات الطعام والشراب وشهوات النكاح وفضول الكلام والقيل والقال والبحث عن المال. كل هذه صوارف تفرق أمر القلب وتفسد اجتماعه على الحق سبحانه وتعالى. لهذا النبي الكريم سن لنا سنة الاعتكاف حتى يتحصن القلب من غائلة تلك الصوارف، ما يجعله مؤهلا لتلقي أنوار السماء، متعرضا لنفحات العشر المباركة، عسى أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. فهذا من أهم أسرار الاعتكاف، صفاء القلب والروح، لأن مدار الأعمال كلها على القلب، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا أيها الأحباب الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته في الاعتكاف أنه كان يخلو بربه يتلو كتابه. لماذا؟ يتلو كتاب الله بالليل والنهار، ويعمر وقته بالذكر والاستغفار بالأسحار. كل هذا لماذا؟ لكي يتحرى الليلة المباركة، ليلة القدر، هذه الليلة التي أعلى الله تعالى شأنها ورفع مكانها حينما أنزلت فيها وحيه المبين وتنزيله الحكيم، هدى للمتقين وفرقانا للمؤمنين. فقال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سيدنا النبي كان يحيي ليله ويخلو بربه وينقطع عن الحياة. لماذا؟ لكي يدرك هذه الليلة المباركة ويدرك ثوابها، فهي خير من ألف شهر، أي ما يزيد عن 380 عاما، وفيها تفرق الأقدار والأرزاق والأعطيات. لهذا قال ربنا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. أيضا أيها الأحباب الكرام، من مقاصد هذه العشر الأواخر من رمضان وفي سياق الحديث عن الصيام ومقاصده وأحكامه، نصادف الآية المباركة التي تخبرنا بأن ربنا عز وجل قريب من عباده الصائمين القائمين، مجيب لكل الداعين، يعطي لكل من سأله ما يحتاج إليه. فقد قال في سياق الحديث عن أحكام الصوم من سورة البقرة، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم أضاف: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهنا ربنا يتكلم عن القرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، القرب من الله، وفيه معنى محبة الله والشوق إلى لقاء الله. أتعلمون أيها الأحباب الكرام من هؤلاء العباد الذين يجتهدون في القرب من الله؟ الخلائق كلهم عباد الله، ولكن هناك عباد مخصوصون، إنهم العباد الذين يكثرون من الدعاء. فالدعاء مخ العبادة، عباد يدعون الله تعالى وينتظرون الإجابة،
إنهم السائلون المتضرعون، سائلون مع عظم الرجاء، متضرعون في رغبة وإلحاح. ربنا أمرنا بالإكثار من الدعاء في رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر منه، وهو يعلم أن للدعاء شأنا عجيبا وأثرا عظيما في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال والبركة في الأرزاق. فلابد أيها الأحباب الكرام أن نكثر من دعاء الله عز وجل في هذه العشر الأواخر. كل منا ما في قلبه وضميره ربنا أعلم به، يكثر من الدعاء ويعرض على المولى احتياجاته، لعل الله تعالى يعطيه ما يتمنى وزيده. فهذه العشر الأخيرة من رمضان اجتمعت فيها أوقات فاضلة وأحوال شريفة. العشر الأخيرة فيها جوف الليل من رمضان، فيها الأسحار من رمضان، فيها الدعاء يكون مقبول في هذه الأيام. إما أن ندعو الله تعالى ونحن في جوف الليل، وإما أن ندعوه في الأسحار، وأيضا ندعوه عز وجل دبر الأذان عند كل أذان وإقامة وعند الصلوات المكتوبات، وندعوه أيضا في أحوال السجود وتلاوة القرآن، وندعوه أيضا في مجامع المسلمين في مجالس الخير والذكر، كلها تجتمع في أيامنا هذه. فعلينا أن نجتهد في الدعاء في هذه الأيام وخصوصا في هذه الليالي. علينا أن نسأل الله تعالى ولا نعجز ولا نستبطئ الإجابة. هناك بعض الناس يدعون الله تعالى ويقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. لا ينبغي للمؤمن أن يستبطئ الإجابة. فسيدنا يعقوب عليه السلام فقد ولده الأول يوسف عليه السلام، ثم فقد ابنه الثاني بنيامين في أزمنة متطاولة، ما زاده ذلك بربه إلا تعلقا. كان يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، وكان لا يستبطئها، كما قال ربنا عز وجل عنه: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وفعلا ربنا عز وجل جمعهم وأتى بهم إلى يعقوب، وأعطاه الله من الأجر والثواب الشيء الكثير. وهكذا كان من دأب الأنبياء والمرسلين أن يدعو الله تعالى دعاء طويلا وعريضا دون سأم، ودون أن يشعروا بالعجز ولا أن يستبطئوا الإجابة. فهذا نبي الله زكريا عليه السلام كان يريد الولد، يريد أن ينجب، كبر سنه واشتعل رأسه شيبا، ولم يزل عظيم الرجاء في ربه. كان يقول: ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لا أستبطئ الإجابة. فربك يحب تضرعك وصبرك ورضاك بأقداره. ومن ثم أعطاه الله الولد، أعطى لزكريا يحيى، لم نجعل له من قبل سميا، وجعله نبيا. فالإنسان يكثر من الدعاء في هذه الأيام، ودائما دون أن يستعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. فإذا لم يعجل فإن الله تعالى سميع مجيب. فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأواخر، وخصوصا الدعاء، لأن في هذه العشر الأواخر تختفي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي تتنزل فيها الملائكة في كل ليلة. ربنا عز وجل أيضا ينزل نزولا يليق بجلاله، يتودد إلى عباده، يقول: هل من محب مشتاق؟ هل من داع فأعطيه؟ كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر.
لاحظوا أيها الأحباب الكرام، ربنا سبحانه من كرمه وجوده وقربه بعباده أنه يتودد إليهم ويسأل عن المحبين، يسأل عن المشتاقين، أين أنتم يا عبادي المؤمنين؟ ربنا يقترب، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة عند ثلث الليل الأخير يليق بجلاله، ثم يبدأ في العطايا وفي الهدايا والجوائز. هذه عطايا ربانية دائمة يغنمها الموفقون حين يستجيبون لنداء ربهم عز وجل، خصوصا في الثلث الأخير من الليل يتعرضون لرحماته ويسألونه منازل القرب، عسى الله أن يمن عليهم بإقبال لا إدبار ورضوان لا سخط بعده أبدا. فيا أيها الأحباب، نريد خلال هذه الأيام أن نكثف من العمل ونكثف من الذكر والمذاكرة، فكما رأيتم أيام رمضان ولياليه أسرعت انقضاء، وقد مر العشر الأوائل ثم مرت العشر الأواسط، لم يبق من رمضان إلا هذا الثلث الأخير التي هي العشر الأواخر. وكان الصالحون يعزي بعضهم بعضا إذا جاءت العشر الأواخر، يقولون أحسن الله عزاء المحبين والصائمين والعابدين، أحسن الله عزاءكم في رمضان، لقد ذهب رمضان، أحسن الله عزاءكم. ولكن إذا كان رمضان قد ذهب فما بقي فمن ذهب، العشر الأواخر هي أكثر من الذهب والفضة وأكثر من اللؤلؤ والمرجان، هي ثمينة عند الله. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نجتهد في هذه الأيام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان منذ انطلاق رمضان يبشر بهذه المحطات، كان يقول عن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذه العشر الأواخر هي عتق من النار، فحري بنا جميعا أن نجتهد ونبذل الوسع في هذه الأيام طلبا لفكاك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من النار. الله عز وجل يتكرم في هذه العشر الأواخر فيعتق رقاب عباده من النار، يعتق رقابهم من رق الذنوب وذل المعصية إلى حرية العبادة وعز الطاعة. وهو القائل عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأي فوز أعظم وأي عتق أكرم من أن يفك المؤمن رقبته من النار في زمن شريف صفدت فيه الشياطين ومردت الجان، في زمن عظيم فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب صحابته من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم الأمة الإسلامية قاطبة، يحمسهم للاجتهاد في هذه العشر الأواخر من رمضان، ويقول: إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. إن لله عتقاء من النار، كم من أحد منا ربما كان مكتوبا عند الله أنه من النار في هذه الأيام، يفوز بالعتق ويفوز برضا الرحمن. فعلينا أن نجتهد أيها الأحباب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نتواصى فيما بيننا بين الأحباب والمقربين والأزواج والأولاد والجيران والزملاء في العمل، يوصي بعضنا بعضا، نتواصى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الصبر على التواصي بالحق، لابد أن نبذل مجهودا. فهذه الليالي سرعان ما يقال قد انقضت وجاء شوال، وربح من ربح وخسر من خسر. فعلينا أن نبدأ من الآن بأن نشمر سواعدنا ونجتهد. هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان تبتدئ من ليلة 21 منه وتنتهي بخروج رمضان، سواء كان ناقصا 29 يوما أو 38 يوما، فإذا نقص الشهر فهي 9 ليال. كان السلف الصالح ما إن تبدأ أولى ليالي العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل إلا ويشعرون بأن ناقوس الطوارئ قد بدأ يدق، فبداية العشر الأواخر
هي إيذان باقتراب رحيل شهر الرحمة، شهر المغفرة والرضوان، فيجتهدون في الأعمال على تنوعها، ويحرصون أكثر على أن يقوموا أول الليل بالتراويح، ثم يقومون آخره بالتهجد، ويختمون تهجدهم بالوتر والدعاء. لذا أيها الأحباب الكرام، نتواصى جميعا بأهم الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نقوم بها في هذه الأيام. اتركوا جميع مشاغلكم، اتركوا معظم مهامكم إلا ما كان ضروريا وكان إجباريا، واعكفوا على هذه الوصايا وعلى هذه الأعمال. أول شيء نقوم بإحياء الليل بالصلاة والقيام، نحيي الليل بالصلاة والقيام، أن يكون عندك جزء من إحياء الليل ولو سويعة، سويعة تحييها بين يا رب العالمين. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. أحيا الليل، إحياء الليل، ربنا يحيي القلوب، ربنا يحيي النفوس، من كان قلبه ميت، من كانت نفسه ميتة، من كان رزقه قليل، من كانت صحته عليلة، من كان حظه في الدنيا قليل، ماذا عليه أن يفعل؟ يحيي الليل. فإذا أحيا ليله أحيا الله قلبه، وأنار الله طريقه، وأسعده الله بمناجاته، ووضع له القبول في الأرض، وجعل اسمه في السماء مذكورا. ثم بعد أن نقوم بإحياء الليل لابد أن نوقظ أهلنا للصلاة. لا ينبغي للمؤمن أن يفوز بهذا الخير بمفرده وينسى أهل بيته وينسى أسرته وعائلته والمقربين إليه. عليه أن يوقظ أهل بيته، الفتيات والفتيان وحتى الصبايا، وخصوصا النساء، إذا كنا يعجزنا طول اليوم في المطبخ لتحضير طعام الفطور والسحور والعشاء، ويقضون وقتا طويل في المطبخ أو وقتا أطول على شاشة التلفاز وينامون بالليل، لابد أن نقوم بإيقاظ الأهل. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه يوقظ أهله، يوقظ أهله، لا يقتصر على العمل بنفسه ويترك أهل أسرته في نومهم. ففي موطئ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله. سيدنا عمر هذا سلفنا الصالح، ماذا كان يقول لأهله؟ يقول الصلاة الصلاة. سيدنا عمر كان عنده سواك طويل، وكان يوخز أهله، زوجته وبناته وأولاده، الصلاة الصلاة، قوموا قوموا الصلاة الصلاة، وهو يتلو قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة الصلاة، هكذا يقول سيدنا عمر ويوخزهم بعود الأرخ أو بعصا كانت عنده: قوموا قوموا للصلاة، هيا قوموا. ويردد هذه الآية: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأيضا كانت بعض نساء السلف الصالح، النساء الصالحات، النساء المؤمنات، النساء الطيبات، كانت تقول لزوجها: يا زوجي، وهذا الليل قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت أمامنا ونحن قد بقينا، قم قم الصلاة الصلاة. النساء يقولنها للأزواج الغافلين. كم من مرأة صالحة عندها زوج غافل تقول له: الصلاة الصلاة، هيا لقد ذهب الليل، الطريق بعيد والزاد قليل، انظر قوافل الصالحين سبقتنا وصارت أمامنا، لقد بقينا وحدنا، هيا قم شمر عن ساعدك. هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يفعلون في هذه العشر الأواخر. ومما ذكرت أمنا عائشة أن من سنة النبي الكريم أنه يشد مئزره، كان يحيي ليله ويوقد أهله ويشد مئزره، شد المئزر، على كل منا أن يشد مئزره. ما معنى شد المئزر؟ قيل معناه هو التشمير عن الساعد، هو الاستعداد، هو الرغبة في الاجتهاد. وقيل المقصود به
اعتزال النساء، يعني حتى أن العلاقة الزوجية في رمضان مباحة، ربنا أباحها، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم فلا نباشروهن. فالعلاقة الزوجية في رمضان مباحة، المباشرة مباحة، فالآن باشروهن. لكن في العصر الأواخر من رمضان من السنة أن الإنسان يشد مئزره ويعتزل زوجته لكي ينصرف للعبادة وللطاعة حتى تصفو نفسه ويرق قلبه ويزداد إيمانه ويقترب من الحق من الخالق عز وجل. ثم أن الإنسان يحرص على أنه يترك فضول الكلام ويترك كل شيء في الصوارف، من هنا جاءت سنة الاعتكاف. ولابد أيها الأحباب الكرام، الشيء الذي ينبغي أن نكثر منه في العشر الأواخر من رمضان ما هو؟ الشيء الذي ينبغي أن نكثر منه أكثر من غيره وهو قراءة القرآن وتلاوته بتدبر وخشوع، لأن رمضان بامتياز هو شهر القرآن. فربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وسيدنا النبي كان يقرأ القرآن وكان يعرضه على جبريل، كل عام يعرضه عليه كاملا، فلما كان رمضان الأخير عرضه عليه مرتين، وكان صلى الله عليه وسلم يحث صحابته وآل بيته، يحثهم على تلاوة القرآن لأنه فيه الفضل وفيه الأجر وفيه الثواب. كان يقول اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام حرف، ولكن لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كان يحمس لقراءة القرآن خصوصا في هذه العشر الأواخر من رمضان، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن ربنا يعطيه كرامات يوم القيامة، بل ويحاج عن صاحبه إذا زلت قدمه. فالإنسان إذا زلت قدمه في الآخرة أو ضعفت حسناته أو بانت سيئاته، من يحاج عنك؟ هل أمك أو أبوك؟ لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم لشأن يغنيه، لا أحد يدفع عنك، حتى أفراد أسرتك وعائلتك يهربون عنك، لا أحد يدافع عنك. الذي يدافع عن صاحبه من هو يوم العرض الأكبر؟ هو القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فتقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. فعلينا أن نختم على الأقل مرة واحدة القرآن في هذا الشهر، فقد كان الصالحون يختمونه مرتين وثلاثة وأربعة وخمس، قوافل الصالحين صارت إلى الأمام ونحن لازلنا في الخلف إلى الوراء. كذلك من الأمور الصالحة التي ينبغي أن نقوم بها في العشر الأواخر من رمضان أن نكثر من الصدقات ونكثر من العطاء والإحسان إلى الفقراء والمساكين. فقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. فكل منا ما عنده مدخرات، خصوصا في هذه الظرفية من زمن الكورونا، هناك أسر فقيرة وهناك دوائر ليس فيها عمل، وإنسان إذا كان ربنا قد فتح عليه ورزقه رزقا حسنا يبحث عن الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والضعفاء ويكرمهم ويوسع عليهم، قدوة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يحسن إليك وربنا يجود عليك بعتق رقبتك من النيران، ويرضى عنك ويدخلك الجنة بلا حساب ولا عقاب، ويكرمك آخر كرم. فربنا يتعامل مع الخلق بحسب تعاملهم مع خلقه. كذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نقوم بها في رمضان صلة الرحم، صلة الرحم خاصة المتقطعة منها. فالناس عندهم علاقات متوترة، كل الأسر عندهم نزاعات وعندهم خصامات، دخل بينهم إبليس
وفرق الجماعات وقطع العلاقات وأوغر الصدور وصار هناك كراهية وبغضاء عوض المحبة والمودة. نريد جميعا في هذه العشر الأواخر من رمضان أيها الأحباب الكرام أن نتخلص من كل هذه الآثار وأن نسعى لصلة الرحم، وذلك بأن ندخل السرور على أحبابنا ولو بكلمة طيبة ولو بهدية ولو بمكالمة هاتفية إذا كانوا العائلة بعيدين ويمنع التنقل من مكان إلى مكان في زمن الكورونا، فعلى الأقل مكالمات هاتفية أو نبعث بعض الهدايا وكل ما ممكن أن يدخل السرور عليهم. وصلة الرحم خصوصا للفقراء منهم، لأن بعض الناس يحبون صلة الرحم لمن كان ثريا عنده بيت كبير ورزق وفير يدق بابه لكي يزاره لكي يستمتع معه ويقاسمه نعمه. نعم هذا جميل، لكن الأجمل والأكرم أن تصل من كان فقير، من كان عنده بيت ضعيف وكان في وضع صعب، هذا لا بد أن نزوره ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون الصلة دائمة وكاملة. أيضا أيها الأحباب الكرام، من الأمور التي بها في العشر الأواخر من رمضان الدعوة إلى الله بالطرق المتعددة والطرق الميسرة. فالإنسان يدعو إلى ربه، كأن تنصح صديقك أو قريبك أو جارك بالذهاب إلى المسجد أو تحضر معه دروس علم أو تقوم بتوزيع بعض الأدعية والأذكار الماتورة عن فضل هذه الليالي والأعمال المستحبة فيها، كلها أعمال فاضلة، أو أن تكتب دعاء أو حديثا أو آية على موقع التواصل الاجتماعي أو في محل سكنات يقرأه جميع الجيران، كل هذه أعمال طيبة أنك تشارك في الدعوة إلى الله بطرق مختلفة وميسرة حسب استطاعتك. ثم لا ننسى أيها الأحباب الكرام الأهم في العشر الأواخر من رمضان، وهو أن نكثر من الدعاء. الدعاء، ربنا يريد أن يسمع دعاءكم أيها الأحباب، ربنا يريد أن يسمع مناجاتكم، ربنا يريد منكم أن يسمع صوتكم بين يديه. الدعاء هو مخ العبادة، وهو الذي يكون قريبا صادقا بين العبد وربه. وخير الدعاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها حينما سألته عما تقول في ليلة القدر، قال لها: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. لماذا الدعاء بالعفو؟ لأن العفو أشمل من المغفرة، فقد قيل إن المغفرة ألا تعاقب على الذنب، أما العفو هو أن يمحى هذا الذنب من صفحة نفسك ومن ذاكرتك كأنك لم تذنب. حتى العارفين بالله يجتهدون في الأعمال الصالحة ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أن يرشده إلى شيء يدعو الله به، قال: يا رسول الله أرشدني إلى شيء أدعو الله به. فأجابه النبي الكريم في كل مرة بقوله: سل الله العفو والعافية، سل الله العفو والعافية. فالعفو هو مسامحة الخلق، فالله تعالى يغفر لعبيده إلا للمتخاصمين، ومن باب أولى ما دمنا نسأل الله تعالى العفو عن أخطائنا أن نسامح ونعفو عمن سائلين وظلمنا. فهكذا أيها الأحباب الكرام رمضان وخصوصا العشر الأواخر منه التي أقبلت هي موسم للخيرات والطاعات وتكاد أن تنقضي قريبا، فماذا نحن فاعلون؟ أيام قليلة ويأتي يوم الجائزة للصائمين، فمن الحرمان أن ترى كثير من الناس يضيعون الأوقات طيلة الليل والنهار، فإذا جاء وقت القيام والعمل الصالح ناموا، وهذا خسارة كبيرة. الأيام معدودة والعمر قصير، لا ندري لعله يكون آخر رمضان في حياتنا،
كم من أحباب كانوا معنا في رمضان الماضي وصاروا إلى عالم البقاء ورحلوا عن دار الفناء. قد يكون ومن يدري قد يكون هذا رمضان آخر رمضان في حياتنا، وقد نكون رمضان المقبل ربما في عداد من غادروا هذه الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نستدرك ما فاتنا في أول رمضان وأن نحسن خاتمته، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن أحسن فيما بقي غفر الله له فيما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ الله بما مضى وبما بقي. فعلينا أن نري أنفسنا لله تعالى من الجد في تحري الخير في هذا الثلث الأخير، وأن نغتنم ما فيه من العمل الصالح والخير الوفير، وأن نتعرض لنفحات الغفور الرحيم الرحيم القدير. فإن المغبون حقا من صرف عن طاعة الرب، والمحروم من حرم العفو وفاتته نفحات هذا الشهر. فاللهم يا رب العالمين تقبل منا صيام رمضان، وتقبل منا قيام لياليه، وتقبل منا ختم القرآن، وتقبل منا الصدقات والأعطيات، وتجاوز عنا ما صدر فيه من سهو أو خطأ أو نسيان. اللهم يا رب يا كريم بلغنا برحمتك رضاك، وبلغنا ليلة القدر، واجعل لنا فيها أوفر النصيب، واجعلنا فيها من عتائقك من النار، واجعلنا من ورثة جنة الفردوس الأعلى. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.